تحية لكل اللي بيتابعوا موقع الفن، منقدم لكم حلقة جديدة من توب 10 الفن يلي عم تشهد الأسبوع دخول 3 أغاني جديدة على المنافسة وتفاوت بنسبة الاستماع على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بداية بالمرتبة العاشرة نيو انتري غنية مروان خوري كمل حياتك، ومثل ما تعودنا دايما بأعمال مروان خوري تجتمع المشاعر والرومانسية والألحان الراقية، وطرحها مروان كليب بالتعاون مع المخرجة فالنتينا خواند واختاروا التصوير من داخل الاستوديو. لما الحياة تقسى علي. بالمرتبة التاسعة نيو انتري ديو محمد رمضان وسوبر ساكو بعنوان تيك توك، وقدروا يسيطروا على ترند اليوتيوب من اول يوم على طرح الديو، رغم انه محمد رمضان كان سبق واطلق غنية كورونا فيروس باقل من شهر، وتم تصوير الكليب بين مصر وامريكا من اخراج حسام الحسيني. بالمرتبة الثامنة نيو انتري غنية سعد المجرد عدى الكلام، وبخلال يوم واحد قدر سعد يحصد على أكثر من 4 مليون مشاهدة على يوتيوب للفيديو كليب من إخراج حكيم غراب، وظهر بعدة شخصيات من السير. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده أنا بسهر بالسعاد. بالمرتبة السابعة بتتقدم غنية الحب والسلام مرتبتين هالأسبوع بعد ما دخلت على المرتبة التاسعة الأسبوع الماضي. أصالة تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب الفيديو كليب اللي بيظهر فيه عدد من الرؤساء السياسيين نعرف بمواقفهم ضد الثورات، فالكليب من إخراج محمد القاضي، وأطلقته أصالة بزيارة خاصة على لبنان. والصداقة والبراءة والابتسام. وبتتعادل غنية أصالة مع غنية حسين الجسمي الحساس اللي بتتراجع مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الخامسة الجمعة الماضية، بتعادل مع غنية كارول سماحة بون فياج. كل شيء لك خيرة هالفرح تأخيرة. بالمرتبة السادسة بتتقدم غنية مايا دياب نهارنا وردي مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثامنة الجمعة الماضية، وكانت أطلقتها مايا ببرنامج ضحك ولعب وجد على شاشة MTV، وغنت مايا دياب هالغنية بحفل الأخير بعنوان أنا اخترت الطبيعة. بالمرتبة الخامسة بتتقدم غنية ناجي القسطى أقرب شخص مرتبة وحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة السادسة الأسبوع الماضي، وتميز ناجي باختياره للغنية الجديدة على جميع الأصعدة، وقدر يقدم فكرة فيديو كليب جديدة بالتعاون مع المخرج سعيد المرو. كتار اللي بيخون وبيأذيك أقرب شخص يبكيك بعيونه. وبتتعادل غنية ناجي القسطى مع غنية أصالة جيتني مكسور اللي بتتراجع 4 مراتب هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الأولى الجمعة الماضية ومرور أكثر من شهر على طرحها. وكم سجيتك من سماي ومن حناني يا خسارة. بالمرتبة الرابعة تتقدم غنية كارول سماحة بون فياج مرتبة وحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الخامسة الأسبوع الماضي، وقدرت كارول تحقق نجاح كبير للغنية بالإضافة لفكرة الكليب الجديدة والمميزة من إخراج بتول عرفة، وشارك فيها الممثل ومقدم البرامج باسل الزارو. بالمرتبة الثالثة بتتقدم غنية أدهم نابلسي هذه أنت وهذا أنا مرتبة وحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الرابعة الأسبوع الماضي. أدهم عودنا دايما على اختياراته المميزة، وقدر من خلال هالغنية يتصدر الترند لأسابيع بفيديو كليب من إخراج عمر رمال. بالمرتبة الثانية بتتقدم غنية ماجد المهندس مو ضروري 5 مراتب هالجمعة بعد ما دخلت على المرتبة السابعة الأسبوع الماضي، وحقق من خلالها نسبة مشاهدة عالية وتصدر الترند بالعراق والسعودية. مثل كل غنية بيقدمها ماجد المهندس بضيف عليها حب وإحساس ورومانسية. انت لو عمري وحياتي كان بعدك ما عشت. وبتتعادل غنية ماجد المهندس مع غنية داليا مبارك كده ممكن اللي بتتقدم مرتبة وحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الأسبوع الماضي، وقدرت تحصد داليا نسبة مشاهدة عالية للفيديو كليب، وبعدها عم بتحقق النجاح رغم إطلاق غنية جديدة بعنوان هاكا هاكا. حبايب حبايب لو حكوا عدالنا
أما بالمرتبة الأولى بتتقدم غنية محمد رمضان كورونا فيروس مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثانية الأسبوع الماضي، وبتحتل الصدارة بعمل مميز قدر يختصر فيه محمد رمضان كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بعمل فني مبدع تحت إدارة المخرج محمد سامي. لهون بتكون خلصت حلقتنا من توب 10 الفن، موعدنا بيتجدد الجمعة الجاية بنفس التوقيت. صوتوا لغنيتكم المفضلة عبر البريد الإلكتروني المذكور بأسفل الشاشة. أما لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.